ومع المجموعة الثانية اللي تضم صرمد بن رياض الزجالي طالب طالع للصف الثامن. كيف حالك صرمد؟ الحمد لله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أيضا بطارق بن سهيل الشيباني. شخبارك؟ الحمد لله. رايح أي صف؟ تاسع. تاسع بالتوفيق إن شاء الله. محمد بن راشد الحبسي. شخبارك محمد؟ الحمد لله. رايح للصف الثامن إن شاء الله. شطار في الرياضيات ها؟ طبعا راح يثبتوا شطارتهم. ايضا نرحب بالاستاذه الموجوده عندنا فينيتا مدرس اول في عبقري الرياضيات. هلا هلا مرحبا. طبعا وجودهم هنا وجود الاستاذه فينيتا راح تعطيهم مجموعه من المسائل لحتى نختبر قدراتهم. استاذ احمد يعني انت قلت لي ان قدروا من خلال ما ادري شو اسمه العداد الصيني. شو خبرنا وش عن العداد الصيني؟ طبعا نحن بالنسبه للمركز من ضمن الاستراتيجيات اللي نحن ندرسها للطلاب عنده عده استراتيجيات. واحد منها اللي هي عن طريق استخدام العداد الصيني. الهدف منه خلي. ايوه هذا هو العداد. طبعا هم راح يشوفوا طريقه استخدام العداد من لبناء الطلاب المسائل. زين. التقنيه الاولى هي عن طريق استخدام العداد. التقنيه الثانيه طبعا عن طريق استخدام العقل. فيبدا الطالب يكون عنده نوع من السرعه. هذا بالاضافه انه نعطي اول ما يبدا الطالب يحل نعطيهم التوقيت. طيب الحين بيجاوبوا مع بعض يعني بنشوف الاسرع. اوكي تفضل نحسب لهم. اوكي يلا شوف. اوكي ريدي 443 minus 223 204 minus 324 243 answer 443 233 very good. Perfect. ممتاز ما شاء الله عليكم. بعدين نريد سؤال. يلا نشوفه على اساس ندردش بعدين معاك. اوكي جيب بي. بدنا سؤال طويل الحين. طويل؟ نعم. اوكي. ready. 223, 221, 555, -673, 563, 511, -454, 253, 201, -421 answer. 578 very good. ما شاء الله قولوا كلكم ما شاء الله. كل يقولوا وانتم مشاهدين قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم. انا في هذه المرحله العمريه اتوقع بعد كم سنه ما شاء الله عليكم. زين طارق يعني كيف الان مستواك في المدرسه؟ انت طالع للصف التاسع. اول شيء من متى وانت تتمارس هذه الموهبه؟ ثلاث سنوات. ثلاث سنوات كيف حسيت مستواك في المدرسة؟ ارتفع واجد في الحفظ خاصة والتركيز بشكل عام. في الحفظ ايه؟ في كل المواد ايه؟ وبعد والتركيز في الصف يعني ما فقدك فقط في الرياضيات في كل المواد ايه؟ ما شاء الله عليك. محمد كيف تحس نفسك بعد ما دخلت الحين المركز؟ كيف تحس نفسك؟ طبعا احنا اللي راويناكم اياه هو كان عن طريق استخدام العداد الصيني. الحين اريد اعطي مسائل عن طريق استخدام العقل وتشوف الطلبه كيف راح يسوي عمليات الحسابيه عن طريق العقل فقط. اوكي نشوف مع بعض عن طريق العقل. مثل طبعا بنسحب عنهم العدادات. طيب اوكي ريدي 444 minus 222 minus 111 231 101 answer 443 443 very good. One more. Ready? 222 111 minus 223 minus 110 410 443 answer 443. هذا طبعا عن طريق تخيل الطلاب بالنسبة للعداد. فهو جالس الطالب يحل